let's go. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم علي ناصر من جروب سوليد وورك لايف. هنبدأ نشرح النهاردة مثال بيندنج لود على كانتليفر اندر ستاتيك اناليسيس. لسه احنا برضو بناخد امثلة في الستاتيك اناليسيس. دي النقطة اللي هنستفيدها في الدرس دوت، بس قبل ما نخش عليها هنراجع بس كام نقطة بسيطة في الدرس اللي فات حصل فيهم التباس. عندنا هنا اللون الأحمر بيعبر عن أقصى إجهاد، واللون الأزرق ده بيعبر عن أدنى إجهاد. تمام، يبقى الماكسيمم هو اللي فوق والمينيمم اللي تحت. تمام، في نوع عندنا نوعين من التثبيت اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، الفيكسد جيومتري والأون فلات فيس. هنوضحهم برضو ايه الفرق بين الفيكس جيومتري والأون فلات فيس. الفيكس جيومتري زي ما احنا شايفين هنا كده، الفيكس جيومتري نوت ده بيمنع الحركة في جميع الاتجاهات، بيبقى زيرو ديجري اوف فريدم زي ما احنا شايفين. لا مش واضحة هنا، بصينا هنا في الجزء ده كده. بص حتى بتلاقي السهم بتاعه سهم بجزء دائري، تلات أسهم بأجزاء دائرية. دي معناها ان انت بتمنع الحركة الخطية والحركة الدورانية. تمام، ده مفهوم الفيكسد جيومتري. طيب الفيكسد جيومتري في نوع منها اسمه اون فلات فيس. لو بصينا هنا كده عملنا edit definition على الفيكشر بيظهر بالنوع ده. الستاندر عندك هنا fixed geometry، في الادفانسد هتلاقي عندك on flat face. ايه معنى on flat face؟ on flat face هو ان انت بتأيد الوجه مع السماح بحركة في اتجاه معين. زي ما هنبص دلوقتي، هو الوجه اهو بيتحرك في اتجاه في 3 اتجاهات معينين، انت بتتحكم في الاتجاه اللي انت عاوزه. احنا عملناه في المثال في الفيديو اللي فات، اتحكمنا ايه في ان انت تبقى نورمال للفيس، عمودي على السطح بنسبة بإزاحة 1% او 1 من 1000. تمام، نشوف شكلها الحركة بتاعتها. الحركة بتاعتها هتبقى جاية كده بالطريقة دي. الجهاز بياخد وقت، بس ده الحركة بتاعت الإزاحة اللي أنا حددتها. تمام، أنا كنت ماسح اللود، لأن لما بتيجي تختار فيكس نوع التثبيت بتاع فلات أون فيس، هو البرنامج أوتوماتيك ما بيشوفش اللود. طب ما لو طب نيجي نجرب وحطينا اللود زي ما احنا سايبين هنا في المثال ده، النوع الفيكسيشر فيكسشر فيكسد نغيره، نخليه من edit definition، كليك يمين على الفيكسد edit definition، نخليه advanced on flat face، ونتحكم في transition. transition دي درجة الإزاحة هتتحرك بقد ايه، نخليها مثلا 2 من 10 مليمتر. تمام، وانا هنا مقصر بلود، اللود دوت 100,000 في اتجاه عمودي على السطح ده. لو عملنا ران نطلع هنا على الدراسة ونعمل على السترين الكلمة اللي فوق دي اللي هي دي الادفيسور، دي معناها الدراسة بتاعتك. نعمل ران، كليك يمين وران، ونشوف هيحلل النتائج دي. بياخد وقت بس بسيط على ما يحلل. هنشوف هل الحمل ليه تأثير ولا ملوش تأثير مع الإزاحة الأون فلات فيس. لسه بيحل النتايج، بياخد وقت شوية في الحل. أنا انتظر على حسب سرعة الجهاز، لو الجهاز عندك سريع مش هياخد وقت كتير. الرسالة دي معناها ان هو هياخد وقت اكتر في الحل، فممكن ندوس نو
عشان يسرع معانا. دلوقتي هنشوف هل في تأثير للحمل مع على النوع بتاع الام فلات فيس، على نوع التثبيت، نوع التثبيت من الام فلات فيس ولا لا. هنروح على الديسبليسمنت ونعمل شو، بعد كده نشوف نعمل انيميشن في ايه اللي هيحصل. بص، هو حرك عمل الإزاحة اللي هي الاتنين من عشرة اللي احنا كنا حاطينها في الاتجاه، في اتجاه الترانزيشن اللي احنا اخترناه. اللود ما لوش اي تأثير، عشان كان في ناس بسألت كتير ان اللود ازاي، ما ازاي يتحرك من غير لود. لا، احنا هنا بنعمل مجرد ازاحة للجسم، ما بنشوفش تأثير اللود خالص. تمام، ده الحالة دي بتبقى في حالة تثبيت الام فلات فيس، اللي انت بتحرك السطح معين في اتجاه، ازاحة معينة بدون تأثير الحمل. كده احنا وضحنا بعض النقط اللي حصل فيها لبس في المثال، الامثلة اللي فاتت، المثال اللي فات بتاع التنسايل، ستريس. هنبدأ بقى نشتغل النهاردة في البيندنج لود، اون كانتليفر. ده المثال بتاعنا وهنتعلم فيه النقط دي. هنفتح، البارت اهو، بيفتح. ارسم بارت زي ده، حرف تي، واعمل له اكسترود، واعمل ثقب هنا. تمام، ومتنساش تعمل فلات الجزئين دول، ما تسيبهاش شارب. انا الجزء سهل يعني، انا مش هرسمه عشان ناخد ما ناخدش وقت شويه. تمام، هنبدأ نعمل عليه دراسة، نعمل كده زي ما احنا اتعلمنا. هنخش على ال ونختار، نروح على اي تاب وتختار create new simulation دي، عشان في دراسة قبل كده موجودة. نروح على الموديل مثلا ونعلم عليها create new simulation study، هنسميها bending. تمام، تحت تأثير الستاتيك لود، تحت تأثير الدراسة، الستاتيك بتاعتنا، لسه ما دخلناش في بقية الدراسات التانية دي. اوكي، نبدأ بقى نعرف. الأول تكون انت معرف الماتيريال، انا معرف الماتيريال كاست الوي ستيل، هو اوتوماتيك هيعرف لك الماتيريال بتاعك. هنبدأ كونكشن، مش هنستخدم كونكشن عشان احنا في البارت، في الاسامبلي بس هو اللي بنستخدم فيه كونكشنز. نوع التثبيت الفيكشر، هنخش نختار فيكسد جيومتري. تمام، ونختار السطح ده، هو ده اللي هنثبته. تمام، وهنأثر بحمل في الجزء ده كأن هنا في اسطوانة ومأثرة على الكانتيليفر ده، الجزء الكابولي ده. تمام، على الحافة نبدأ نحط اللود، نروح على external load وكليك يمين force ونختار الحافة دي. تمام، وبعد كده نخش على select direction، نختار الاتجاه اللي احنا عاوزينه اللي هو السطح ده. تمام، عاوزين كام القيمة، هنخش بقى على الفورس، عندنا هنا تاب فيه اسمه force، نحط عليه قيمة الفورس اللي احنا عاوزينها. نعلم هنا، هيفتح معانا، نكتب مثلا 100 او 10,000، خليها 100,000. تمام، الاتجاه بتاعها في الاتجاه ده، الاتجاه طالع، خليها العكس، خليها اتجاه نازل، يبقى مؤثر من فوق. ده بيندنج لود، ندوس اوكي. كده اثرنا الحمل. هنعمل نختار، نبدأ نعمل المش بتاعتنا، كرييت مش، خليها ميديوم عشان ما ياخدش وقت معانا. لو خدنا فاين هياخد وقت شوية في معالجة الحل، بس هيدينا حل أفضل، هيدينا الحل المور أكيوريت. أوكي، هيبدأ يعالج، يعمل المش بتاعته، يقسم السيستم، الجسم لأهرام صغيرة اللي هي الفاينايت إليمنتس زي ما اتعلمنا في الفيديو الأولاني ده، الفيديو التالت. تمام، هنعمل كنترول، عاوز حاجة جديدة هنتعلمها هنا في المش، حاجة اسمها ابلاي مش كنترول. ابلاي مش كنترول دي
شايف الجزء الفلات ده عاوزينه يحاول ان هو يعني الجزء الفاينات اليمنتس بتاعه يحاول ان هو يديك منحنى قريب ليه قوي، فانت بتختاره عشان يديك حل افضل وتعمل كرييت مش. اوكي كده بدأ يحل. كده انت الجزء ده عملت له كنترول. لو بصيت على المش كده هتلاقي في عندك ظهر كنترول مش كنترول، هو ده اللي هو الجزء الفلات اللي انت زودت عدد الفاينايت اليمنتس بحيث انها تبقى واخدة السطح الفلات ده معاك. هيديك حل افضل، هديك حل اقرب للحل، الحل يعني الاوبتيمم سوليوشن. اوكي كده احنا خلصنا، هنبدأ نعمل ران للنتائج دي للتحليل اللي احنا عملناه. ياخد بعض الوقت على حسب برضو سرعة جهازك. كده هو خلص التحليل، بيطلع النتيجة بتاعته، بيطلعها في صورة ستريس فون ميسس بنظرية فون ميسس وديسبليسمنت أو إزاحة وسترين اللي هي الانفعال. تمام، هنا المادة بتاعتنا كاست ألوي، مادة دكتايل، فالمناسبة للمادة الدكتايل هي نظرية الفون ميسس. الفون ميسس بيصمم على اليلد ستريس. تمام، لو عاوزين نشوف أقصى وأدنى إجهاد في السيستم ده هنعمل كليك يمين على فون ميسس، نعمل edit definition. لو المادة بريتل هنغير النظرية بتاعت نختار برينسيبل ستريس بدل فون ميسس. تمام، لأن برينسيبل ستريس هي المناسبة للمواد البريتل، وفي المواد البريتل بيحسب بيعاير بالسيجما، بيعاير بالسترينث بالالتيميت سترينث، مش لأن مفيش يلد في المواد البريتل. تمام اوكي، احنا هنسيبها فون ميسز عادي. نعمل شارت اوبشن ورينا اقصى وادنى اجهاد. تمام، لو بصينا سيبنا من السيتنج اقصى وادنى اجهاد الماكسيمم اللي هو 9.4 × 10^8 اللي هو زي هنا بالاحمر، الجزء الاحمر ده هو ده الماكسيمم 9.419 × 10^8. تمام، وده الجزء اللي فيه المينيمم. كده احنا حسبنا الماكسيمم ستريس. تمام، نرجع للباوربوينت كده نشوف احنا خدنا خلصنا النقطة كان مطلوب ان احنا نحسب الماكسيمم سترينث وحسبناه. ممكن نحسب المعامل الامان، نصمم على معامل الامان كده نشوف. كليك يمين على الريزلت وتختار ديفاين فاكتور اوف سيفتي، هنخليها على فون ميسس ماكسيمم فون ميسس. هنا فون ميسس على السيجما ليميت اصغر اكبر من واحد، اصغر من واحد. تمام، هنا الوحدة بتاعتك ونوع التصميم اللي هو النوع الستريس ليميت ستريس بتاعتك هنا على اليلد. تالت حاجة السيفتي فاكتور، هو هنا حسب لو انت اخترت سيفت فاكتور ديستريبيوشن بيحسب لك سيفت فاكتور. نجرب كده ندوس اوكي. كده حسب السيفت فاكتور بتاع السيستم ده 0.26 من 100، طبعا قليل جدا 0.26 من 100، محتاج اللي انت تزوده. طيب لو انا دخلت عملت edit definition للسيفت فاكتور وانا اللي حطيت له السيفت فاكتور، ما قلت له ما يحسبوش بقى، يعني انا اللي هحطه مثلا 3 واختار اريا بلو فاكتور. تمام، برضو هنا ظهر لي المناطق دي ب3 والمناطق الحمراء دي اقل من 3، كده السيستم ده مش سيف. احنا هنسيبه مش سيف لان الدرس ده مش مجالنا اللي احنا نشوف سيف او مش سيف. بإذن الله في مثال تاني هنشوف ازاي ما يكون الحالة الجزء مش متصق في اجزاء غير امنة واجزاء امنة، ازاي نعمل اوبتمايزيشن في المثال الجاي او اللي بعده بإذن الله. تمام،
نرجع لفون ميسس شو، ممكن نشوف الانيميشن بتاعه، اللود مؤثر كده كانتليفر مثلا، زي انت واقف في البلكونة مثلا، برضو ده بيعتبر كانتليفر الجزء ده وانت مؤثر عليها مثلا يعني. تمام كده خلصنا الجزء دوت، هنبدأ ناخد نقطة تانية. احنا اتعلمنا دلوقتي التحكم يعني ازاي تتحكم في الشبكة، ان احنا عملنا هنا ضفنا هنا finite elements للجزء الدائري ده بحيث ان انت يديك نتائج افضل، وحسبنا اقصى اجهاد، وحسبنا وفرضنا يعني عملنا المرتين، حسبنا وفرضنا معامل الامان. الجزء بتاع السيموليشن محتاج ان انت تكون مذاكر كويس، ياريت ترجع للفيديو الاولاني وتبص عليه كويس عشان مبنى عليه حاجات كتيرة. اوكي كده خلصنا الثلاث نقط دي، عاوزين نعرف يعني ايه رتبة العنصر وطريقة الحل بيها. احنا اتكلمنا في الفيديو الاولاني ان في حاجة اسمها first order و second order، و first او high draft و high و low draft، يعني في دقة عالية وفي دقة في دقة عالية ودقة منخفضة في الحل. طب الكلام ده معناه ايه؟ هنبص على حاجة هنا بقى في الدراسة بتاعتنا، في حاجة لو رحنا على study adversary ونزلنا عند study properties اخترناها كده، ورحنا على adaptive. دي معناها ايه؟ adaptive دي ان هو مش ضروري ان انت تغير دقة الحل او رتبة الحل. هو هنا السوليد بيعتبر ان عنده رتبتين، رتبة عالية ورتبة منخفضة بيحل عليهم. في حاجة اسمها بي ادابتيف، دي بي ادابتيف دي معناها عنصر رتبة. يعني ايه برضو؟ يعني ايه عنصر رتبة؟ يعني ان هو ان دي بيحل بجودة اعلى، بيعمل مش مساحتها اصغر، بيديك نتائج افضل. طب نجرب مثلا بي ادابتيف ديت ونشوف ايه اللي تحتيها. ده في حاجة اسمها starting B order. يعني ايه starting B order؟ دي وبدأ من اتنين، ولو زودناها كده اقصى حاجة بتاعتها خمسة وادنى حاجة اتنين. معناه ايه الكلام دوت؟ معناه ان البرنامج بيبدأ الحل بالرتبة اتنين لغاية ما يوصل للرتبة خمسة. تمام يعني ايه الكلام ده؟ برضو حاول ترجع للفيديو الاولاني هتفهم يعني ايه رتبة ويعني ايه عنصر اتكلمنا عنهم. دلوقتي ان هو هيبدأ يحل من اول الرتبة اتنين. تمام ده ال starting B order. طب ال maximum B order هيفضل اقصى حاجة اللي هي الخمسة، هيفضل عند الخمسة، يعني هيوقف عند الخمس من المكسم بتاعته خمسة، هيبدأ من اتنين وينتهي في خمسة. طيب يعني ايه maximum number of loop؟ maximum number of loop يعني عدد الالتفاف او اللفات. يعني ايه برضو؟ دلوقتي انت بدأت الحل بتاعك من رتبة اتنين، تمام، بعد كده مريت على حل رقم تلاتة وحل رقم اربعة وحل رقم خمسة، يبقى لو جمعتهم كده هتلاقيهم اربعة loops، اربع التفافات. حليت البرنامج حل اربع مرات، يعني اتنين تلاتة اربعة خمسة، ده الماكسيمم لوب. دي معنى التلات نقط دول. طيب بيقول فوق هنا بيقول stop when total strain energy change is 1%، 1% او اقل، وفي كذا نظرية. طيب معناه ايه؟ معناها ان انت هتوقف الحل اول ما يوصل للقيمة دي، من غير ما يمر على بقية الرتب. يعني ايه؟ يعني انت البرنامج بدأ من رتبة اتنين، تمام، السترين انرجي واقل من لسه اقل من يعني اكتر من 1%، هيبدأ يخش على رتبة تلاتة رتبة اربعة لغاية ما يوصل 1% او اقل. لو وصل 1% او اقل هيقف، مش مهم بقى، مش لازم يوصل للرتبة الخامسة، ممكن توصل عندها عند الرتبة التانية او الرتبة التالتة.
تمام. في نقطة تالتة، في نقطة كمان بتقول update elements with relative strain energy error of 2% أو أكتر. معناها ايه؟ دي بتعبر ان يكون العنصر يعني الخطأ فيه او التغيير في العنصر، التغيير في العنصر الخطأ فيه ما يزيدش عن 2%. يعني التغيير في العنصر ما يزيدش عن 2%. لازم يعني مثلا دلوقتي انت في الرتبة 2، تمام، والخطأ بتاعك في السترين انرجي اكتر من 2%، هيبدأ يخش على الرتبة الثالثة، الرتبة الرابعة، لغاية ما يوصل ل2% او اكتر، يعني اقل من 2%، يوصل ل2% او اكتر. لازم يوصل ل2% خطأ او اكتر، ما ينفعش يبقى اقل. تمام، 2% or more. اوكي، دي معنى النقط ديت. طب هنبدأ نصمم على دلوقتي احنا في الديفولت هو بيختار الادابتيف اللي هو الحالة العادية للرتبة، الرتبة عديمة الجودة. تمام، هنبدأ يعني ما بيبصش، ما بيهموش، ما عندوش مهم، مش مهم الناتج يطلع مظبوط قوي. طب هنبدأ نصمم على البي ادابتيف، ندوس اوكي. بيحتاج ان انت تعمل ران من جديد للستادي، تخش على الستادي وتعمل ران، يبدأ يحلل على البي ادابتيف. طبعا هياخد وقت شوية. شوف هنا بلوب واحد لاربعة، من يعني دلوقتي في الرتبة التانية وهكذا، الرتبة خلص، الرتبة التانية دخل على الرتبة التالتة، من لوب اتنين للوب اربعة، بيحل بطريقة تانية، الحل الاولاني وده الحل التاني، وهيخش لسه في الحل الرابع وفي الحل الخامس. في كونديشن لو وصل لهم مش هيبص للحل، مش هيوصل للحل الخامس. وهو فعلا دلوقتي وصل عند الحل التالت، وقف ما كملش لانه وصل للكونسترين اللي انت كنت البرنامج حاططها. تمام، هنا لو بصينا هتلاقي ان الماكسيمم والماكسيمم والمينيمم ادق من النتيجة اللي فاتت. لو رجعت كده الفيديو لورا، او انت في مثال انا كنت عامله هنا، نبص هنا نقارن ده على مش حل عادي، مش بي ادابتيف، ده على الادابتيف بس. تمام، وهنا على البي ادابتيف، على البي ادابتيف طالع الماكسيمم، ممكن هنا يكون متغير، فحاول يرجع بالفيديو لورا، هتلاقي ان النتيجة هنا اكتر، هتلاقي النتيجة ادق شوية. هي بتفرقش كتير، بس ممكن تبقى محتاجها في تصميمات معينة، ان انت تحتاج النتيجة بتاعت الاسبريس، النتيجة طالعة بصورة ادق، more precision. تمام، دلوقتي احنا خلصنا النقطة ديت، فاضل لنا آخر نقطة هنتكلم عنها اللي هي حفظ النتائج في تقرير وتحليلها. دلوقتي انت خلصت السيستم ده، خلصت الدراسة دي، وعاوز تحفظها بحيث ان انت تعرضها على حد او تبعتها ميل او كان، هتعمل هنا تدوس على ريبورت. اوكي، هيبدأ ياخد شوية، هيطلع لك هنا الروبوت سيكشن، المحتويات اللي هتبقى في السيكشن في التقرير ده زي التابل في كونتينس، وتدوس بوبليش. هو بيحفظها في وورد، على شكل وورد. تمام، هياخد وقت شوية. طيب هنستنى البرنامج يحلل التقرير بتاعنا عشان نشرحه اكتر بالتفصيل. ولسه بيحمل، هياخد وقت شوية على حسب سرعة الجهاز برضو. هو كده خلص، خلص تقرير. نبدأ بقى نبص عليه كويس.
اول حاجه عندك هنا بيحط لك اسم الموديل، احنا ما سميناش، فطلع الديفولت سيميليشن بارت 2. المصمم ما سميناش برضو، الستادي نيم سماها بيندينج، والاناليسيس تايب ستاتيك. تاني التابل اوف كونتينز بمحتويات التقرير، اول حاجه بيبقى فيه الاسيوم الافتراضات اللي انت البرنامج بيبقى فارضها، نوع الستادي والمش سوليد مش وهكذا، ونوع الحل طريقة الحل اللي احنا اخترنا بيه ادابتيف، والفولدر اللي عليه النتائج كل النتائج. وهنا ال stop when total strain 1% او اقل، و update element relative 2% or more، يعني هيخش على لو وصل 2% او اكتر يخش على الحل اللي بعده. والبي اوردر اتكلمنا على الكلام ده، وهنا اليونت اللي انت مستخدمها، والماتيريال بروبرتيز ايه، نوع الخامة، والموديل تايب لينير الاستيك ازوربتريك، واليلد ستريس بتاعت الماتيريال، والتنسايل سترينث والالاستيك سترينث والبزور ريشيو والدينستي. بيديك بقى كل التفاصيل عن الخامة اللي انت مستخدمها، تمام. بيبدأ يوريك فين اللود، انت مقسم اللود والفيكشر فين، بيوضحهم لك، يقول لك ان اللود هنا في الجزء ده، في التثبيت نوع التثبيت هنا، وبيحلل لك القوة، تمام. والمش برضو بيتكلم عنها تفاصيلها، وبيديك صورة شكل المش، والريشيو اللي هو بنى عليها، وبيديك تحليل الرياكشن فورس في اتجاهها، تمام. وهنا بقى بيدي الستادي ريزلت دي بأول نوع الفوميسس الاسترس، بيوريك أقصى جهاد ممكن يشيله الجسم ده، وأقل جهاد، أقل جهاد وأقصى جهاد. أقصى جهاد اللي هو 2 3 6 × 10^9، ده الماكسيمم بالأحمر، والمينيمم بالأزرق اللي هو 7.28 او 280 × 10^4. بعد كده ده اول حاجة الاسترس، بيخش على كده الازاحة displacement، بيوريك اقصى ازاحة وادنى ازاحة اهو بالمنظر ده، والسترين الانفعال برضو اقصى انفعال وادنى انفعال. وهنا احنا السيفتي فاكتور بيوريك المناطق اللي فيها امان، المناطق الزرقاء دي امان سيفت فاكتور فيها 3، المناطق الحمراء دي السيفت فاكتور اقل من 3 كده، تمام. بعد كده في الاخر في كونكلوجن لو انت عاوز تكتب حاجة كده. خلصنا المثال اللي احنا بنتكلمه، وتعلمنا كذا نقطة، اتعلمنا ازاي ايه هي رتبة العناصر وطرق الحل بيها، ازاي نتحكم في الشبكة الدورانية، وازاي نحسب اقصى جهاد، وازاي نحسب ونفرض معامل الامان، وازاي نحفظ النتائج بتاعتنا في شكل تقرير ونفهمها ازاي. ممكن ناخد سمري بسيط كده على الرتب العناصر ده لو انت عاوز تبص فيه، لو حدش في يعني لو حد عاوز يفهمه اكتر، تمام. وبكده احنا خلصنا البيندنج لود بتاعنا على الـ on-cantilever. شكرا، ونتقابل بإذن الله في أمثلة جديدة.